احنا كمان على مستوى الكرة الألمانية معانا عبر الهاتف تليفون طبعا نجم التحليل على مستوى الدوري الألماني وعلى مستوى كمان الدوري الإنجليزي، كان معانا دايما في المحترف، بيكلمنا دلوقتي من دبي محمد الباز. مساء الخير عليك. مساء الخير على حضرتك كابتن هاني، مساء الخير على مصطفى، مساء الخير عليكم جميعا. اهلا بيك يا محمد، مفتقدينك، لكن خلينا نتكلم معاك على البوندسليجا، وانت راجل عشت في ألمانيا سنوات طويلة جدا جدا وعندك خبرات كبيرة بالنسبة للكرة الألمانية. كنا بنتكلم على محمد، قال كلمة، قال لك دوري الفريق الواحد أو البطل الواحد، هل سيستمر البايرن ميونخ مسيطر كمان على الدوري الألماني من خلال هذا السيزون، أو وجود دورتموند لايبزيج في الصورة، شايف الدنيا إزاي بالنسبة للبوندسليجا؟ هو فعلا بايرن ميونخ ما زال مهيمن ومسيطر على كل البطولات في البوندسليجا. خليني اقول لك يا كابتن هاني ان الدوري الالماني مورد 5 فرق هيشاركوا في الشامبيونز ليج لهذا العام، دوري ابطال اوروبا، وده يعتبر اكبر يعني دوري او دوري في الـ5 دوريات الكبرى على سبيل المثال. في 5 فرق هيشاركوا في الشامبيونز ليج لهذا العام، وجود طبعا اينتراخت فرانكفورت بيفوزوا بالدوري الاوروبي وشفناه في المباراه السوبر، فاحنا معانا خمس فرق دول من الدوري الالماني بيدوا طبعا انديكيتور او انطباع ان الدوري الالماني دوري قوي. بالنسبه للموسم الحالي احنا شايفين طبعا البايرن ميونخ بادئ بدايه قويه جدا على عكس الموسم الماضي. الموسم الماضي كان بدايه فيها بعض المطبات ونتائج غير مرضيه، كان بعض التعادلات خلت طبعا في 3 4 فرق اخرين هم كانوا بيتصدروا الصوره الموسم الماضي. شفنا فولفسبورغ فريق طبعا عمر مرموش كان متصدر في اول 3 جولات الموسم الماضي، وشفنا هوفنهايم وشفنا باير ليفركوزن. اما الموسم الحالي لا، الموسم الحالي بايرن ميونخ شفنا البري سيزون المباراه القويه امام المان سيتي، على الرغم من الخساره امام مان سيتي بهدف هالاند طبعا اللي حافظ بايرن ميونخ، لا بادئ بدايه قويه هذا العام. اول مباراتين كانت برضو امام اينتراخت فرانكفورت، وبايرن ميونخ فاز على فرانكفورت 6-1، يعني ده مع الهزيمه بتاعت ريال مدريد جه بقى للبوندسليجا 6-1 من بايرن ميونخ. شفنا مشاركه طبعا ساديو ماني، سمعتكم دلوقتي بتتكلموا على البوزيشن بتاع ساديو ماني في المباراه الاولى، لعب 4-4-2 طبعا ناجلسمان، وكان ساديو ماني بيلعب قدام جنب جنابري في الهجوم. في المباراه الثانيه كانت امام فولفسبورغ فريق عمر مرموش، واستطاع بايرن ميونخ ان هو يفوز على فولفسبورغ 2-0. عمر مرموش طبعا شارك في المباراه من البدايه لم يظهر بالمستوى المرضي حتى في المباراه الاخرى امام بروسيا دورتموند، يعني احنا عايزين طبعا عمر، بس هو طبعا امام البايرن اعتقد كان في اصابه وخرج نتيجه للاصابه برضو، هل اصابه يعني مزعجه او يعني حاجه بسيطه نطمن عليه برضو من خلالك محمد؟ هو يعني الاصابه يعني لحد الان يقال ان هي حاجه بسيطه، ويعني هيدخل في فتره اعداد وشارك المباريات القادمه، لسه الصوره مش ظاهره بشكل كبير، ولكن عمر مرموش ان شاء الله يرجع طبعا للفورمة تاني ويشارك طبعا في المباريات القادمه. بالنسبه لبروسيا دورتموند احنا شايفين دلوقتي يا كابتن هاني الصداره لبايرن ميونخ يعني العلامه الكامله، اول مباراتين اول جولتين فوز زي ما قلنا على اينتراخت فرانكفورت 6-1، والمباراه الاخرى كانت فولفسبورغ فاز 2-0. ساديو ماني طبعا احرز هدف في الجوله الاولى امام فرانكفورت، كان هدف مهم جدا، كانت حفله اهداف طبعا 6-1. في المباراه الثانيه طبعا فولفسبورغ جمال موزيالا كابتن هاني ظاهر بشكل رائع جدا، 3 اهداف حتى الان في البوندسليجا ومتصدر هدافي البوندسليجا. عندنا لاعب تاني اسمه يوسوفا موكوكو، عايزين نحفظ بقى الاسم دوت، يعني الراجل ده بيلعب في دورتموند عنده 17 سنه احرز 2 شفناه بقى في المباراه الماضيه، يعني دورتموند طبعا هو كمان العلامه الكامله، فاز في اول مباراتين، المباراه الاولى كانت امام باير ليفركوزن فاز 1-0، والمباراه معايا كابتن هانز، المباراه الثانيه كانت امام فرايبورغ 3-1. عايز اقول لحضرتك ان بروسيا دورتموند طبعا كان متاخر بهدف 1-0 في الشوط الاولاني، الشوط الثاني نزل كان يوسوفا موكوكو اللاعب الالماني اللي هو عنده 17 سنه كان احتياطي، نزل طبعا فيها حاجه و70 خلاص قلب المباراه، سجل الهدف للتعادل، بعد كده المباراه فتحت مع بروسيا دورتموند فازوا 3-1 على فرايبورغ.
بايرن ميونخ وطبعا دورتموند بيتصدروا من 2 فوز حتى الان في اول جولتين، ثم ياتي كولن ومنشن جلادباخ ويونين برلين وشايفين طبعا ماينز. اما لايبسيش كانت بدايه بقى غير موفقه كابتن هاني حتى الان، يعني لايبسيش شفنا له 2 تعادل. زي ما احنا عارفين ان تيمو فيرنر رجع من البريمير ليج لبيته طبعا لايبسيج، و 36 دقيقه بالظبط احرز الهدف الاولاني، كان طبعا تعادل امام كولن. تيمو فيرنر عاد لبيته في الدوري الالماني، وبوندسليجا طبعا هداف بالفتره تيمو فيرنر، ويعني ها مهاجم المانشافت الالماني رجع للايبسيج وقوه وعوده قويه جدا، وكان للاسف تعادل امام كولن في بدايه غير موفقه، مباراتين تعادل للايبسيج. زي ما احنا عارفين لايبسيج هيشارك طبعا في دوري ابطال اوروبا لهذا صحيح. العام محمد، واضح من كلامك ان يعني بتقول ان البايرن هذا السيزون هو تاني هيكون يعني المنافسه ما بينه وما بين دورتموند، لكن البايرن بتشكيلته بصفقاته الجديده اعتقد هيكون هو بطل البوندسليجا، ولكن يبقى طبعا الهدف الاكبر في اعتقادي هو دوري ابطال اوروبا وفوز البايرن بيه، دي علامه استفهام. محمد الباز بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله لقاء قريب هنا في القاهره باذن الله.